خسر بايرن ميونخ نقطتين ثمينتين بتعادله مع مضيفه شالكا بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فيليتينز أرينا مساء السبت في ختام اليوم الثاني للجولة الثانية للدوري الألماني. ورغم تقدم العملاق البافاري بهدف مبكر سجله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة العاشرة، تمكن أصحاب الضيافة من تعديل الكفة في الدقيقة 61 بهدف من توقيع المدافع الدولي بندكت هوفيديتس. وبهذا التعادل تراجع فريق المدرب بيب غوارديولا للمركز الرابع برصيد 4 نقاط، وحصل شالكا على نقطته الأولى وتقدم للمركز 13 في جدول الترتيب. وعلى عكس حامل اللقب تمكن وصيفه بروسيا دورتموند من إحراز فوزه الأول عندما تغلب على مضيفه أوكسبورغ 3-2 في افتتاح مباريات هذه الجولة يوم الجمعة. تقدم رجال المدرب يورغن كلوب في الدقيقة 11 عبر مارك كوريوس، ثم ضاعف المدافع اليوناني سكراتس باباستوبلوس النتيجة بعدها ب3 دقائق. قبل أن يختتم الكولومبي أدريان راموس الثلاثية في الدقيقة 78، ثم قلص أصحاب الدار الفارق بهدفين متتاليين عبر الباراغواياني راؤول بودابيلا وسلوفيني تيم ماتافز في الدقيقتين 82 و89. من جانبه وصل باير ليفركوزن عروضه القوية عندما تغلب على ضيفه هيرتا برلين 4-2. عصر السبت تقدم هيرتا بهدف سجله المدافع الكرواتي تينيا ديفاي بطريق الخطأ في الدقيقة 24 قبل أن يصحح اللاعب خطأه ويحرز هدف التعادل بعد مرور 5 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني. ورغم عودة الضيوف للمقدمة عبر الهداف جوليان شيبر في الدقيقة 60، تمكن أصحاب الدار من تسجيل 3 متتالية بواسطة البوسني أمير سافاهيتش في الدقيقة 62، واليافع جوليان براندت في الدقيقة 74، والمغربي كريم بالعربي قبل 4 دقائق على صافرة النهاية. بهذا الفوز عزز باير ليفركوزن موقعه في صدارة الترتيب ب6 نقاط وبفارق الأهداف عن باد بورن الصاعد الذي حقق فوزا كبيرا خارج القواعد ب3 على حساب هامبورغ. في باقي نتائج هذه الجولة، خسر شتوتغارت على أرضه أمام كولون ب2، وتعادل فولسبورغ مع إنتراخت فرانكفورت ب2، وفيردر بريمن مع هوفنهايم ب1 في كل شبكة. ولم يشهد اليوم الختامي للجولة مساء الأحد أي أهداف بعد تعادل ماينز مع هانوفر وفرايبورغ مع مونشنغلادباخ بدون أهداف. الجولة الثانية للبوندسليغا شهدت 5 تعادلات و4 انتصارات، 3 منها خارج الديار، واستقبلت الشباك خلالها 24 هدفا في 9 مواجهات بنسبة 2.6 هدف في اللقاء الواحد. أخيرا وفي سباق الهدافين، تصدر مهاجم هيرتا برلين جوليان شيبير القائمة برصيد 3 أهداف وبفارق 1 عن كريم بالعربي لاعب باير ليفركوزن وإلياس كاتشونغا مهاجم بادربون. ده كان تقرير الدوري الألماني. تعالوا نكمل بقى ونبدأ بالدوري الإسباني والهزيمة المذلة بالأمس لريال مدريد ب4 أمام ريال سوسيداد. ريال مدريد كان كامل العدد باستثناء النجم الأهم وهو كريستيانو رونالدو. الغريب أنه ريال مدريد بدأ بهدف مبكر جدا لسيرجيو راموس في الدقيقة 5، والكل توقع فوز سهل خصوصا بعد ما نجح جارث بيل جاب جون حلوة. بص الترقيصة تسديدة جاب جون في الدقيقة 11، يعني بعدها 11 دقيقة خلاص كسبانين 2-0. أنشيلوتي فرحان ومبسوط لكنه لا يأس مع الحياة ولا يأس مع بص الترقيصة وحلاوتها والتسديدة خدمته شوية جون. ريال سوسيداد الحياة في الدقيقة 35، وربنا يكون في عون كاسياس لأنه ما هيقدر يعمل ايه. مارتينيز بيسجل الهدف الأول يضيق الفارق إلى 1، والجماهير هناك مبسوطة جدا
وبعدين الدقيقه 41 يعني انا الشوط الاول هو متعادل عن طريق زورو توزا بالهدف الثاني، نفس القصه العرضيه وتسديده ولا اقوى من ضربه راس رائعه تبقى النتيجه 2-2. طبعا الجون الرابع لمسه يد واضحه جدا هنا يعني طبعا على مارسيلو تدخل بعنف شديد لكنه هدف صحيح بنسبه 100% حتى الان لا يسال كاسياس عن الهدفين. الشوط الثاني رجع ثاني دافيد زورو توزا بيسجل الهدف الثاني ليه والثالث لفريقه وسط دهشه جماهير فريقه قبل جماهير ريال مدريد، نفس العرضيه ونفس برضه الراجل السابق والجماهير غير المصدقه على الاطلاق. الدقيقه 75 ثاني رجع كارلوس البرتو فيلا عرضيه خطا، ده على فكره ده هاند بول واضح يعني هتشوفها في الاعاده لمسه يد واضحه جدا 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 يعني، لكنها لم تغير من الامر شيء. الحقيقه برشلونه امبارح قدم واحد من أسوأ عروضه فيريال، اربع كرات ما بين القائم والعارضه صحيح ده تالق لحارس فيريال لكنه يعني الحقيقه البارسا قدم عرض سيء جدا جدا ودي فرصه لا تضيع من المستحيل انها تضيع يعني بصوا مش ممكن تضيع مش ممكن تضيع، هو عنده تفكيرين يعني هنا العارضه او القائم تعاطب بس في ايد الحارس الاول يعني هو ايديه والعارضه فتحسب ليه هو غير كده بصوا حضراتكم فيريال بصوا ادي عارضه نيران صديقه لكن من حسن الحظ لفريق البارسا ثم ده الهدف الاوحد كان عن طريق البديل ساندرو راميريز قبل النهايه بثمان دقائق ادي عرضيه ميسي وادي نيمار اللي كان نزل بديل بصوا العرضه تاني القائم تاني ينقذ من جديد اربع كرات في القائم امس لصالح فريق فياريال يعني كان على الاقل يستحق نقطه على الاقل يستحق نقطه وكمان الحارس منتقل حديثا الى فريق برشلونه كلاوديو برافو وحارس مرمى شيل الحياه كان متالق ده الهدف راميرز بيسجله امبارح كمان عنده خسائر بالجمله فريق البارسا لانه عنده اصابتين الاثنين مهمين قوي ميسي هيغيب فيها فتره ومنير حداد. نذهب الى الدوري الفرنسي وامبارح واضح انه البي اس جي او باريس سان جيرمان بدا يستعيد بصوا الاهداف بصوا الاخطاء العجيبه جدا من فريق سانتيان حقيقه يعني سجل هدف بالخطا في مرمى وسجل هدف كمان عجيب جدا من اخطاء دفاعيه بص الجون ده عمل ايه بص الاستاذ ده عمل ايه بص الباشا ده عمل ايه لا يمكن لا يمكن هذا الجون اللي سجله الجون في نفسه لا يمكن على الاطلاق يعني هدف مع ابراهيموفيتش قال له معلش وده ادب غير عادي من ابراهيموفيتش. ابراهيموفيتش بقى بدا هوايته من الدقيقه 41 سجل هدف بص حضراتكم وحش وحش لا 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 ابن هو كمان مبسوط بنفسه ان الجون عاجبه في قوه وفي اصرار مش طبيعي. ابراهيموفيتش ده كان احتياطي ميدو في اياكس برضه ادي خطا تاني دفاع تاني يعني ملوش حل مع مين مع ابراهيموفيتش يعني سانتيان من الفرق القويه في الدوري الاسباني كده الحقيقه جونين من الثلاثه اخطاء دفاعيه غريبه جدا تافهه جدا ثم مصيده التسلل لعبوها بشكل خاطئ برضه مع ابراهيموفيتش يا باشا ما تهزرش الله يخليك لو سمحت لا ما تهرجش مع ابراهيموفيتش. جه كافاني كمان ده كان كافاني سجل هدف كمان مع الفريق عشان يعني يبقى موجود في الثلاثيه ابراهيموفيتش هداف الدوري في الموسم الماضي دفاع اتفتح تماما من الفريق الفرنسي فريق سانت تيان بيسمح لكافاني ما بيعديش برضه كمان ما بيفوتش لكنه نجميته الحقيقه بتتضاءل امام النجم الكبير زلاتان ابراهيموفيتش لكنه وحش هو فرحان جدا بالجول فرحان بعودته فرحان بوجوده بشكل قوي ويعني انا اعتقد انه ما فيش منافس للبي اس جي في الدوري الفرنسي بصوا حضراتكم كانه ده جون المكسب الفرقه كلها بالاحتياطي هم فرحانين بيه الحقيقه لان جون بيحمل له معاني كثيره جدا مش جول واحد بس صراع النجوميه اللي بنقول عليه مش موجود ديفيد لويز كافاني ابراهيموفيتش اسماء تقيله جدا في عالم كره القدم. نروح للدوري السويسري وبسعد جدا بالدوري السويسري لما يكون في حد من ولادنا فريق بازل بيفوز 3
مقابل واحد على يونج بويز. بيتقدم جونزاليس لفريق بازل وبيستمر في بص الملعب وحلاوته وجماله ومتعته هي ثم هدف جديد للفريق عن طريق ماركوس تيلر. نفسنا ده كانوا بيقدموا له ده اللي كانوا بيحيوه لانه دي مباراته رقم 300 دي التحية. عاد النزول لفريق يونج بويز بهدف جميل ايضا. كرات العرضية هي الاساس لكنه بازل كان مصمم امبارح على الفوز. كل ده في 30 دقيقة حضراتكم لو انتوا شايفين ومحاولات مستميتة من جديد لادراك الاهداف. واعتقد ضربة جزاء وضربة جزاء انقذها الحارس زي ما جابها زي ما انقذها وده فرق جدا معاه لانه الفرقة كانت هتبقى متعادلة 2-2 استمرت النتيجة 2-1. خطأ دفاع ايضا لا يغتفر. كاكيتاني بيسجل الهدف الثالث. حلو حلوة المهارة وحلوة المعاونة والمساعدة. محمد النني شارك ده ياباني. اليابانيين اخترقوا الفرق ده كاسياس وغضبه من الرباعية اللي في ملعبه او قدام ريال سوسيداد. نروح للدوري البلجيكي اللي بادي بضعف السنة دي ولوكرين بيتعادل مع ستاندرد ليج. ستاندرد ليج بيسجل في البداية مبكرا جدا بعد سبع دقايق هدف مسؤولية الحارس ايجور دي كامارجو بيسجل الهدف الاول وهدف التقدم. ثم ينجح لوكرين قبل النهاية بثلاث دقايق عن طريق لي سونج في ادراك هدف التعادل. ده على فكرة حارس مرمى المنتخب الايفواري بوبكر باري. 1-1 النتيجة النهائية للقاء وفوز ضائع في الثواني الأخيرة من لوكرين. كاد أن يحصد 3 نقاط ولكنه اكتفى بنقطة واحدة. بطولة أمريكا المفتوحة والمتعة ده جاي المنفيس الفرنسي في اللقاء مع مواطنه الفرنسي ريتشارد جاسكي والفوز ب3 مجموعات 6-4 6-2 و6-2 وينهي المباراة بسهولة ويسر جدا على زميله الفرنسي ريتشارد جاسكي. لكنه الجديد انه في عدد كبيرة جدا من اللاعبين الفرنسيين بيتقدموا وبيتفوقوا. توماس بيرديتش بيفوز على جاباشفيلي برضو 3-0 6-3 6-2 و6-4 وبيرديتش من اللاعبة المصنفين. فيرر على فكرة ديفيد فيرر خرج امبارح والاسطورة والمايسترو روجر فيدرر على جرانوليرس الاسباني 3-1 خسر المجموعة الاولى 4-6 وبعدين خدوا وش بقى 6-1 6-1 6-1 وقال له ما عندناش هزار يا باشا الاولى بس كده كانت يدوب يعني. يانكوفيتش خسرت من بليندا بينشيتش بمجموعتين 7-6 و6-3 وعلى فكرة كمان شاربوفا ودعت البطولة امام فوزنياكي الدنماركية. ادي النقطة الاخيرة والفوز لبليندا على يلينا يانكوفيتش دي برضو في حكم المفاجأة. خلينا مع التنس ونشوف ديكوفيتش وعدة العاب جميلة زي ما جبنا روجر فيدرر وجبنا نادال. اليوم الدور على النجم ديكوفيتش. ديكوفيتش على فكرة متعته في التنس انه المهارة مع اللياقة لانه يعني لياقته عالية جدا عكس ما الناس كانت متخيلة في الاول. هو عنده نقطة ضعف وحيدة جدا ان هو انسان مودي جدا يعني مشكلته انه ممكن في مباراة يخسر المباراة لانه حالته النفسية في المباراة بتسوء قليلا وده اعتقد اللي قدر يتخلص منه شوية في الفترة الاخيرة. ديكوفيتش هو المصنف الاول عالميا بجدارة الحقيقة والصراع لم يعد ثلاثيا لانه بقى بينه وبين نادال. صحيح غياب نادال عن البطولة بطولة امريكا المفتوحة ممكن يأثر شوية عليه ولو فاز فيدرر في البطولة دي هيقرب ده مع نادال. الفوز على يعني على نادال او على فيدرر او على بيرديتش او على موري بيبقى له متعة خاصة عند النجوم الكبيرة دي. فديجوفيتش الحقيقة انه يتصدر احسن اللاعبين ويفوز. بصوا حضراتكم الجمال عنده متعة انه شايف الملعب كله عنده رؤية واضحة جدا يجيد اللعب جدا من الخط الخلفي ولما بيطلع الشبكة ما بيطلعش بهزار بيطلع بيكون ضامن نسبته عالية جدا في الكرات اللي بيحصلها
من على الشبكة. بص كل ده حضراتكم من الخط الخلفي، ومع مين بقى؟ مع نضال. يعني كرة زي دي مع نضال ملاش حل، لكنه بصوا تاني اللعب، بصوا الجمال، بصوا المتعة، وهو كمان فرحان بنفسه، فرحان بلياقته وبتركيزه. هو دايما لقاءاته مع نضال فيها ندية واضحة جدا، ده مع مارتن ديل بيترو الأرجنتيني، وديل بيترو الحقيقة كان قرب جدا من الثلاثة الأوائل، ثم مع التفوق الواضح للنجوم الكبيرة ديجوفيتش مع نادال مع فيدرر ما بقاش قادر يقاوم واختفى خالص في الفترة الأخيرة. بصوا حضراتكم الخط الخلفي متألق فيه تماما تماما، عارف هو بيعمل ايه وجاي منين ورايح فين. وفي النهاية الله يرحمك يا عادل يا شريف يا أستاذ التعليق، ساحقة ماحقة لا تصد ولا ترد. نعود تاني ليه يعني الماراثون ما بين نادال وديكوفيتش، او لعبة القط والفار ما بين الاثنين، محدش فيهم حتى بصوا تلاقي النتيجة دايما قريبة، يعني 2-1 2-2 4-4 5-5 محدش بيكسب حد على الصفر، يعني لازم بيكون النتيجة قريبة سواء في الاشواط او في المجموعات. نادال مش من السهل حضراتكم ان انتوا يعني انه يسلم بسهولة ابدا ابدا ابدا، ده مع ستانيسلاس فافرينكا السويسري هي اللي عامل بقاله موسمين من افضل ما يكون. بس حضراتكم شوفوا التحكم عامل ازاي، شوف السيطرة عاملة ازاي، شوف اليمين والشمال واللعب على الباك هاند وبعدين لعب على الرايت هاند وبعدين يرجعه في النص تاني، بس مصمم انه يخليه في الخط الخلفي عشان بعد كده يخلص الكرة. ده يمكن من اطول الراليات اللي موجودة، ثم هي نفس القصة اللي على الخط واخدة نوع من الصعوبة جدا وتبقى صعبة جدا عليه. دي كان مباراة مع يعني فيدرر، ومباراة صعبة جدا وكان على وشك انه يخسر، لكنه دايما بيكافح وبيقاتل حتى النهاية. من الحاجات الجميلة اللي عجباكوا اللقطات الغريبة اللي احنا بنجيبها لكم، والجميل انها بعيدة عن كرة القدم، وان كنا جبنا اللعيب اللي تألق في مركز حارس المرمى، بصوا الباسكت بقى ده الجنان بنفسه، ده انا الحقيقة يعني صحيح بيضرب نفسه على الترامبولين وبيطير، لكنه ده الجنان بعينه. يعني الحقيقه الهوايات جنون، يعني كانوا يقول لك الفنون جنون، ده فن. هل بجد بيطلع كده في السماء كده، ولا ده التصوير، ولا ايه، ولا انا مش عارف ايه بقى. ان شاء الله ايه بقى بعون الله بقى، ناقص مين تاني يعني؟ متعه باشا ده، انا اشوفها كده صوت وصوره. And I'm working on my body like a chimpanzee. Zang, I'm the only player with the big prize. I'm the only player with the big brown eyes. Rolling like a train in the middle of the block. You better call the cops, I'm playing on the clock. Yo, swag, swag, working on my swag. Venom in the booty and I got my gang. Spin, run, so higher. Oh, we know it's high. Five, four, three. Yeah, wham, bam, super tramp. And I tipping up my hat while I boost the fans. And I hover up top, can you feel the noise? All the girls scream now cause they want the boys. Yo, making all the clouds looking like a big joke. When I run so fast and I sing so low. And you never wanna mess with me, you just listen to me. I just set me free, so just stop. We cool, we hot, we freshin'. We know we all confessin'. My bling bling catch your eye. Better pull up those shades when I'm walking by. So give a bitty high five on the street. Next time I wanna fly by, feel the heat, cause I'm on the roll. I lose control, want you to know it's how it goes. Still run so higher now. We اكيد بتستمتعوا زينا، بس مش ملاحظين حاجه؟ انه كلها في الشارع، كلها اوت دور زي ما بيقولوا. خلي الناس تستمتع وتبص وتشوف وتفرح وتشارك.
في لقطة المصور بيجري مش عارف يلحقه، فيها جمباز وفيها باسكت وفيها كورة وفيها لياقة وفيها مهارة، فيها كل حاجة، بس فيها حب، فيها استمتاع. هو مستمتع جدا باللعبة وفرحان جدا بيها، وهو عمال ينمي مهارته بقاله سنين عشان يوصل للي انتوا شايفينه ده، ويقدر يوصل كمان في الاخر، ولما يوصل يوصل بالنجاح ده زي الراجل بتاع بتعدي الكرة اسمها ايه دي بيسموها ايه، يرميها من اخر الدنيا تيجي في الباسكت ويعمل مباراة مع واحد. وخلي بالكم ممكن يكونوا مش لعيبة باسكت لكن هم مستمتعين بالقصة، مستمتعين بالحدوتة. خلينا اقول لكم بعض الاخبار قبل ما اخد تليفونات حضراتكم. اسماعيل يوسف خلاص استلم عمله مشرفا على قطاع الناشئين بالزمالك، بنتمنى له التوفيق. وزارة الرياضة اجلت تسليم ملاعب الناشئين بالزمالك 24 ساعة لحد ما تتأكد كله. كابتن حسن شحاتة عملوا له مشكلة، واحد بيتصور معاه رفع علامة رابعة، طب هيعمل ايه يعني، وراجل في المغرب ما يرفع، هو مال كابتن حسن ماله يعني. محمد يوسف بدأ معسكره وكسب الخليج الاماراتي وبيلعب، عايز يلعب مع انبي ومع الجونة ومع الاسماعيلي. محامي الاستاذ هشام عبد ربه محامي احمد سمير اصدر بيان صحفي قال انه لعيب احمد سمير ليه فلوس، وهو تقدم بشكوى ضد نادي الزمالك للمطالبه بجميع مستحقاته حتى نهايه عقده، قال انه هو ليه حقه انه هياخد حقه بالكامل. من الاتحاد السكندري فسخ تعاقده مع يحيى محمد لاعب نادي الاتحاد الليبي، وفي منتخب اليد بدأ خطة اعداده للمونديال نهاية هذا الاسبوع، وده كويس. ده كابتن مروان رجب المدير الفني قدم تقريره. مدرب حراس مرمى المنتخب الاولمبي كابتن مروان عبد العزيز فقط حقائبه في مطار المغرب، هترجع مرة تانية باذن الله عز وجل. خالد عبد العزيز هيحضر تدريب المنتخب قبل السفر الى السنغال، حاجه كويسه وتحسب له بشكل جيد. التدريب الاخير النهارده ان شاء الله الساعه 6 للمنتخب في الاستاد باذن الله عز وجل. والوزير الشباب هيكشف خطه تطوير الطب الرياضي في مؤتمر صحفي غدا باذن الله عز وجل. في كلام انه فالكاو قريب من مانشستر يونايتد خلال الساعات القليله المقبله، ده على صفحة على صفحات اس، يعني يقال بقى على سنة او رايح على طول، ما عنديش فكرة، لكنه غالبا فالكاو في طريقه الى المان يونايتد. على فكرة الارسنال كمان قدم عرض. ناخد تليفونات حضراتكم. استاذ ابراهيم مساء الخير. اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتفضل. ازيك يا كابتن عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك ابو خليل؟ الله يخليك، انا من المعجبين بحضرتك جدا جدا، بس الفتره الاخيره دي الصراحه مش عجباني. طيب قول ايه اللي مش عاجبك عشان نصلحه. اللي مش عاجبني الصراحه اللي زي ما كنا حضرتك بنقول، احنا مش عايزين ندخل الدين في السياسه، احنا مش عايزين ندخل الرياضه في السياسه. يا ريت البرنامج يبقى رياضه بس، رياضه صرف، ما نتكلمش بعد كده اي حاجه في السياسه. لا احنا شايفين ان مفيش رياضه مفيش اي حاجه، معلش يبقى النشاط يقف. يبقى يا فندم الرياضه في السياسه يا ريت افضل. معلش انت انا من ضمن الناس المحبين ليك، ربنا يخليك، مش عايز ان انا ازعل من الكابتن احمد شويه. طيب قول لي ايه الخلط اللي احنا عملناه؟ الخلط معلش يعني بيبان ميول، احنا مش عايزين نبين الميول لاي حد شخصيات معينه في السياسه، احنا عايزين الكابتن احمد شويه. لا لا استاذ ابراهيم، احنا عارفين ان هو اهلاوي استاذ ابراهيم الرياضه، فاحنا عايزين الكابتن احمد شويه زي ما هو اهلاوي بيحب الرياضه عامه. طيب مالهاش علاقه باهلاوي وزملكاوي، ايه الخلط اللي انت شايفه؟ انا ما انا بقول لحضرتك اهو، انا شايف ان في ميول بيحصل في السياسه، انا مش عايز يعني استاذ ابراهيم، استاذ ابراهيم قول لي قول لي قول لي يوم كذا انت عملت كذا عشان اصلح اخطائي بس. انا بقول لحضرتك يعني قول لي مثلا حلقه امبارح على حضرتك على حاجات كتيره جدا، من ضمن اخر حاجه حضرتك اللي انا شفتها ليك انت بتتكلم بتقسم بالله ان ما فيش اي حد من الداخليه ضرب، دي برضه ما عجبتنيش من حضرتك. طيب هو كنا بنغطي ايه يا فندم؟ 25 يناير استاذ ابراهيم. طب معلش مش عايزين احنا حبيبي بس لحظه بس يا حبيبي، احنا كنا بنتكلم على ايه؟ على الداخليه مع الوايت ماتس بتوع الزمالك مش كده؟ لا حضرتك قلت انا بقسم ان مفيش حد من الداخليه 25 يناير ضرب حد. يا باشا احنا كنا بس حضرتك قول لي ده امتى بس عشان ابقى عارف. لا انا مش فاكر الحلقه دي امتى ده. يعني احنا بنتكلم على القتل. انا مش عايز اتكلم في السياسه، انا بطلب ان احنا مش عايزين ان الرياضه تتكلم. يا حبيبي بس خلي بالك احنا دلوقتي بنتكلم على تعامل الداخليه مع وايت نايتس. هل انت شايف ان دي جمله خرجت مننا يعني ممنوع؟ انا بقول لحضرتك اهو، انا اعتراضي بقى اذا كان الكلام صح او كلام غلط. انا بقول لك مش عايزين نختلف، لان احنا بنضيع دلوقتي كل الوقت في الرياضه، معظم دلوقتي معظم القنوات الرياضيه كلها دلوقتي بقى تتكلم في السياسه، احنا مش عايزين كده.
بس الحقيقه انا مش شايف الاجواء هتهدى ازاي. معلش خلي السياسه لقنواتها المعينه يا ابو خليل. انا شايف الحمد لله البرنامج هنا يعني 99% منه تقريبا رياضه. يا كابتن احمد انا بقول لحضرتك انا من ضمن الناس اللي كنت ما بفاصلش حضرتك لما كنت في دريم وفي الحياه. ربنا يكرمك على طول. انا من شد المعجبين بيك. ربنا يكرمك. ما انا عشان كده انا عايز حضرتك. عايز احافظ على اعجابك ده. فانا بقول لك اعتقد ان احنا 99% من البرنامج كله رياضه. لما بتكون في حاجه صغيره لابد ان احنا نتكلم فيها. حضرتك دخل 10% برضه. شوف انا بقول لك نسبه قليله. حتى ال 10% برضه مش عايزينها. لا انا بقولش 10%. بقول لك 99% يعني 1% بس. عموما ملحوظه محترمه نحترمك ونقدرك عليها. نتمنى ان انت تظل من المعجبين بينا. استاذ حسن مساء الخير. مساء الخير يا باشا. مساء النور. اهلا بيك. الله يخليك. استاذ احمد انا ليا طلب دلوقتي. انا ابني بعمل له عمليه زرع قوقعة. والتامين المفروض يدعمنا ب 90,000 جنيه. وهو دعمنا فعلا ب 90,000 جنيه. بس جه في الاخر انا بعمل العمليه في المركز الطبي اللي هو في اسكندريه. وقفوا لنا العمليه من غير ما نعرفوا ايه السبب. ولما كلمناهم وقابلناهم قالوا لنا هو رصيد التامين عندنا صفر. ومن غير ما نعرف ايه السبب. وانا ابني ومعايا يعني اطفال ياما زي ابني كده برضه ما نعرفوش ايه السبب ان هم وقفوا العمليات. واحنا كملنا فلوسنا يعني صفحنا الكود لغايه ما احنا كملنا فلوسنا. اسم ابنك ايه يا حسن؟ ما نعرفوا ايه السبب. اسم ابنك ايه يا فندم؟ اسمه ابراهيم. ابراهيم حسن ايه؟ ابراهيم حسن علي. في المركز الطبي بالاسكندريه. المركز الطبي بالاسكندريه. اشكرك يا حسن وبنناشد الناس المسؤولين عن المركز الطبي في الاسكندريه ابراهيم حسن علي وزملائه اللي زي اللي بيعملوا زراعه قوقعه. طالما التامين دفع وطالما الحاله كده يسروا على الناس شويه وربنا ييسر الحال ان شاء الله. معانا مين يا جماعه؟ مع محمد. استاذ محمد مساء الخير. استاذ محمد الو. الو. ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله اتفضل. تمام. انا بس في حاجه عايز اقولها لحضرتك. اتفضل. انا بحب اتفرج عليك طبعا. الله يخليك. بس في بقى برامج ثانيه بتيجي بصراحه استفزاز. لا خلينا في برنامج يا ابو حميد. يعني قول لي لو ليك اي ملاحظات سلبيه على برنامجي اكون سعيد ان انا اسمعها منك. لا والله يا فندم هو يعني البرنامج بصراحه فترته زادت. دي بقت ميزه. كويس. والفقره اللي هي بتاعت المنتوشه القديمه. ايوه. والفقره العالميه. ايوه. حاجات مميزه. بس في حاجات بقى بتيجي بشوفها بره فكنت عاوز اتكلم فيها. لا الله يخليك بلاش بره. يعني انا لا املك السيطره على زملائنا كل واحد ليه مدرسته وليه طريقته. لكن لو حضرتك ليك اي ملحوظه عندنا اكون شاكر ليك لو قلتها لنا. انا ممكن اطلب من حضرتك بس هتؤمر مش تطلب. اتفضل. ان ما تستضيفش الكاتب الناقد طارق رمضان. ما استضيفوش؟ مش طارق رمضان. ليه بس؟ ده طارق كويس والله. والله يا فندم بص ده اقول لك ايه. لا اوعى تغلط في حد. ده زميل عزيز واعتز بصداقته ودي وجهات نظر. بشكرك يا محمد على تقديرك للبرنامج. وممكن يكون ليه اراء ما تعجبكش لكنه بالعكس ده طارق كان زميل لينا في مودرن كوره. كان عنده برنامج كلام وكلام كان عامل فيه شغل كويس. فبس بص عليه بحب شويه. معانا مين؟ ظريف. استاذ ظريف. يا كابتن شوقي ازيك؟ يا هلا بيك اتفضل. الصوت بيك والله يا كابتن شوقي والله بامانه يا حبيبي. عشان انت راجل ظريف بس. الله يخليك. بس انا عندي مشكله صغيره. اتفضل يا حبيبي اتفضل. والله انا بنت بتتجوزي خلال شهرين يعني وظروفي مش مسامحه بصراحه يعني. عيطت النوم والمطبخ. طيب والحقيقه يا ظريف احنا يعني برنامج مش كده لكنه سيب تليفونك وهنديه للناس اذا كان في حد يقدر يساعد في هذا الامر. بشكرك شكرا جزيلا. مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ مصطفى؟ كابتن احمد. ازيك يا باشا؟ مصطفى من شاو من طنطا. من طنطا اهلا بيك. هو فرق الهاء بس احنا طنطا بالنون وانتوا طهطا بالهاء. اتفضل. امس امبارح يا كابتن معايا؟ معاك. الاهلي كان بيختار اللاعب رقم 14 من فريق الكونغو. انا شايف ان لعيبنا بالعكس سترايكر صريح يعني احنا مشكله خط الحربة. اللعيب رقم 10 اعتقد ان هو كان احسن واحد في الفرقه امبارح. الجسم اللعيبه بيشوفها ازاي؟ طب ومين اللي اكد لك المعلومه دي يا مصطفى؟ انا قطعت الجرايد كتير وامبارح المذيع زحها. لا معلش ممكن المذيع يكون اجتهاد يعني يا كابتن احمد يمكن يكون اجتهاد من المذيع. انا مش سامع الصوت كويس. ممكن يكون اجتهاد من المذيع يا مصطفى. لا يا بيه كابتن محمد يوسف كان اختاره قبل كده. ايوه ما هو ده جه مصر ومشي وحصل فيه مشكله وهو جاب فينا الجونين هناك ودفع فيه الفلوس. بس وبعدين انا شفت اللعيب مش صريح يعني بيلعب لما تليمين شويه.
بس تأكد انه الجهاز الفني للنادي الاهلي عارف احتياجاته ايه، واكيد تابع المباراة اللي هناك وتابع المباراة اللي هنا، وبناء عليها هيقرر اللعيب اللي هو عايزه او اللعيبة اللي هم عايزينهم باذن الله. مصطفى شكرا يا درش. استاذ بدوي مساء الخير. السلام عليكم يا كابتن مصر يا متألق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صديقك النبوي عطية دايخ بقالي كم شهر مش عارف اخش. استاذ نبوي مش بدوي، ازيك؟ ازيك يا كابتن مصر؟ ازيك يا صديقنا العزيز، ازي صحتك؟ طبعا انا بشكرك انك انت الرياضي الوحيد اللي صامت وبتقول الحق ومنبر للحق، وبيعني اسعيد بيك كل ما انت بتتألق وتنجح، لان انت صاحب فضل على ناس كتير انا منهم يعني. ربنا يخليك يا فندم، اعوذ بالله. حضرتك عمر قبل كده وانت راجل صادق. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. بشكرك على كل اللي انت بتعمله، واحنا بنأيد كل حاجه انت بتقولها، وبعد انت ما بتقوله الكل بيقعد يهيص ويهنكر، انت بتطلع صاحب راي ورايك ثابت، ودائما انا سعيد بحضرتك على طول. وليا طلب عندك يا كابتن. اتفضل. انا كنت عرفت الدكتور طارق الكومي في القناة بتاعتك القديمة الحلوة الدلتا اللي هي السادسة في طنطا، وانا لاعب رئيس مركز شباب شبرا النخل. حضرتك اتدخلت من سنتين ثلاثة، كل ما يسكت يجي ياخد الملعب يعملوه مدرسة. نعم. فالدكتور طارق مشكور خد مني، الدكتور ايهاب خد مني صور الورق وقال لي ابعت لك كاميرا، بقالي اكتر من شهر استنى الكاميرا تصور الملعب المهجور والملعب اللي احنا عايزين ناخده. مركز شباب ايه يا فندم؟ مركز شباب ايه؟ مركز شباب قرية شبرا النخلة بالدش. ايه يا كابتن؟ شكرا جزيلا. شبرا النخلة. اوكي معنا استاذ اشرف مساء الخير. اشرف مساء الخير. انا في محل بس النهارده. محمد ولا اشرف يا فندم؟ اه طبعا. عليكم. عليكم السلام. اشرف. اشرف ممكن توطي التلفزيون يا اشرف بس بعد اذنك؟ اه حاضر يا كابتن. ازي حضرتك عامل ايه؟ ازي حضرتك، اهلا وسهلا بيك. يا كابتن هو بريمي ده مدير فني كويس جدا للاهلي. جريده لسه مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي يا اشرف، نستنى شويه. النبي اصل احنا خايفين على الاهلي مع الراجل ده والله يا كابتن. اصبر شويه يا عم اشرف. شكرا اشرف. احمد مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا مساء الخير يا كابتن احمد. مساء النور، اهلا بيك. احنا لقينا عايز حد من طنطا، فقلنا لازم حد من طنطا يكلمك. ايوه كده يا عم، ايوه كده، ايوه كده. لا وجايبين لك اخبار مفرحه كمان. قول لي بقى يلا. الحمد لله طنطا اتعمل فيها اول اكاديميه سكواش على مستوى مصر في الشرق الاوسط. الله. متخصصه في السكواش، حاجه جميله وحديد جمال بتشريف حضرتك في الافتتاح ان شاء الله. فين فين؟ في طنطا. انا هقول لحضرتك مكانها بالظبط. هي عند المرشحه. اكاديميه خاصه ولا اكاديميه عامه؟ اكاديميه خاصه بس. تمام. خدمه تحضرتك، عارف ان السكواش في طنطا اللعيبه كلهم ابطال الحمد لله. بس عندنا ايهاب حافظ عضو مجلس الاداره ده طلع الاول واخد الاصوات كلها ما شاء الله. الحمد لله. والنادي كمان كان يعني واتعمل الحقيقه لما جه المهندس خالد عبد العزيز حط حاجه رئاسيه لمجمع السكواش كمان عندنا. نعم الحمد لله. ودي هتبقى اضافه. نعم. ان شاء الله ربنا يسهل. طنطا هتبقى من السنترز بتاعت السكواش، مش ان شاء الله مش في مصر، هتبقى في العالم كله باذن الله. ده صحيح ان شاء الله. هنعمل بطوله محترفين ان شاء الله السنه الجايه. عندنا كمان مركز الشباب العجيزي اهو 31/12 وعد الوزير انه هيسلمه لنا بالملاعب بالمبنى الاداري بكل حاجه. وانا الحقيقه اكون يعني المركز الشباب ده بالتحديد انا هكون اكتر واحد في الدنيا طاير بيه، لانه كانت فكرتي من اولها لاخرها يعني. ولا بجد ان شاء الله حضرتك كمان لما هتيجي الاكاديميه ان شاء الله. انا مش هقول اسمها عشان ما يبقاش اعلان. رغم ان انا مشجع سكواش رهيب وتنس رهيب، لكن اقول لك سر ان انا عمري لا مسكت لا مضرب سكواش ولا تنس، لكن هكون موجود في. لا مسكت مضرب مرتين ثلاثة مع علاء الطوخي زمان كده. خفافي كده ما بس بعرفش والله يا ابراهيم. لا 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 يا فرصة بقى ان حضرتك تيجي وان شاء الله. تشرف. مبروك عليكم، مبروك على طنطا ان شاء الله. المباركة وحضرتك موجود معانا باذن الله. وان شاء الله هنوصل لك الدعوة ونتشرف بحضرتك. شرف ليا اي حاجة لاي حتة في مصر. اهلا وسهلا. اشكرك يا احمد على الاخبار المفرحة دي. استاذ ابراهيم مساء الخير. يا ابو خليل. ابراهيم انا سامعك. طيب خد لكم بعض الاخبار السريعه. المشكله الموقع الكره العالميه مش موجود. ريو افي كسب النهارده 2-0 مش كده؟ لا مش ريو افي، ناسيونال ماديرا انا متاسف، كسب 2-0 وده امر كويس. فنان مصطفى شعبان شارك منتخب مصر فرح التتويج بالبطوله العربيه للكاراتيه. منصور محمد فرج عامل رئيس نادي سموحه قال انه سبب انتقال شريف حازم من سيرنسكا السويدي للنادي الاهلي كان خطا اداري، وده امر مزعله جدا. معنا مين يا جماعه؟ على فكره قبل ما اخد التليفون ده، الجمعيه العموميه الاتحاد الفروسيه خدت قرار بالغاء بند الثمان سنوات. اي حد بقى يرشح نفسه
في الانتخابات القادمه. استاذ مجدي مساء الخير. كابتن احمد مساء الفل عليك. ازيك يا كابتن احمد؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. انا من شبرخيت يا باشا. اتفضل. اهلا بيك. بعد اذنك يا باشا، ده منهور صعدت بعد 22 سنه. نعم. تمام؟ اتفضل. هتلعب فين يا كابتن؟ لسه ما تحددش ملعبها لحد دلوقتي. شكرا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. بس هو مكسوف يقول ليه ما نلعبش على ملعبنا؟ وانا شايف انه دلوقتي كل واحد لازم يلعب على ملعبه، واذا ما كانش يمكن التصدي لاي حد خارج عن القانون العب من غير جمهور، بس العب على ملعبك، ده مهم قوي. احمد مساء الخير. طب انا عايز اروح لفاصل سريع جدا وارجع لحضراتكم، لان هيكون عندي مداخله تليفونيه كمان في غايه الاهميه، هيكون عندي كمان بعض الاخبار العالميه، وهرجع لتليفونات حضراتكم لانه عندنا اخبار وعندنا بعض التليفونات الهامه. فاصل قصير جدا نرجع على طول.